مين ده يا بنت اللي حاطاه في وسط هدومك يا ولد؟ حظي هو اللي قال امشي ورا قلبك، ويجوز عشان بقى عندي 21 سنة. ويا لهوي لما الواحدة مننا تكمل 21 سنة. قمر يا بنت لو شفتيه، حاجة كده 5 أدوار. مش لابس دبلة. 7 نقط يا بنت وتلاقيه مستنيك. هو مين ده يا خالتي؟ الفرح والزينة. بص يا بنت الزينة، عارفة يا خالتي لما بشوفه بتلج واعرق وانمي وادي عارف سر من غزي منه. يا واد يا تقيل. والزغاريت يا عيدة. وبعدين معاكي بقى الواحدة تقول لواحدة انا وحشة؟ لو كنت فاكرة او حتى عدى على دماغك ان انا ممكن اتجوزك في يوم من الايام، يبقى خيالك وداك لبعيد او شاطر. لما نعوزك تاني هنبقى نقولك. مع السلامة. انت اللي خليتيني اتعود ابقى خدام. انا الحق عليا، سبت البت لازقة فيكي في الرايحة والجاية واقول معلش ما جراش حاجة، اهي خليتها برضه. بصي على قدك، لو بصيت لك على قد انت وهي هتولعوا. بتقولي ايه يا قطي يا معفنة؟ انت اخرك عربية كار وانت اللي تجر ابدا يا حمار. لا بقى ده انت ايه ده ابو عيسى تربى. افتح الباب يا عيد. انت وسيبوها لي. 3 بالله العظيم، اللي هيقرب من بنتي لاقتله. ببتسم من كتر حبي للعالم، ببتسم من كتر خوف وعيت عليه، وعيني المفتوحة على القلق كأنها وجع يبصوا